نادينا نروح بقى لأخبار فريقنا، فريق الكرة بالنادي الأهلي بدأ تدريباته بالأمس استعدادا لمواجهة الوداد المغربي يوم الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. بيتسو موسيماني المدير الفني ركز على تدريبات الكرة وأجرى كمان تدريبات فنية وخططية على بناء الهجمة والتحرك داخل منطقة الجزاء، والعمل أيضا على هنا تصويب الأخطاء بشكل عملي وكمان نظري. هيواصل الفريق تدريباته اليوم وهيجري أيضا مسحة طبية النهاردة، ده طبعا على هامش مران الفريق ووفقا للبروتوكول الطبي استعدادا لمواجهة الوداد. عقب المران عصر اليوم هيعلن بقى بيتسو موسيماني قائمة المباراة علشان الدخول في معسكر مغلق زي ما احنا كلنا متابعين لمدة 48 ساعة قبل المباراة. كل التوفيق بإذن الله للفريق.